السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد على عرب دروي. إذا في هذه السلسلة وهي السلسلة 28 سوف أقدم لكم كما العادة 10 تطبيقات. نبدأ أول مع تطبيق جاسر لوك سكرين. هذا التطبيق وظيفته الأساسية هو أنه يمنحك طريقة جديدة للدخول إلى هاتفك أو تخطي اللوك سكرين. كيف ذلك؟ يمكنك رسم أي شكل وباستخدام هذا الشكل سوف تدخل إلى هاتفك. مثلا سوف نقوم بالتجربة، أنا اخترت حرف S فقط. يمكنك رسم أي شيء، علامة، نجمة أو أي رسم كما تريد، لكن يجب عليك تذكره. كما نلاحظ هنا لقد رسمت حرف S، إذن بعد إطفاء الهاتف أو قفل الهاتف كما نلاحظ هنا ثم تشغيله بعد ذلك، مثلا وضعت هذه القناة، لا يمكنني الدخول إلى هاتفي رغم كل الأشياء التي سوف أقوم بها إلا إذا قمت بإدخال حرف S مثلا، ثم بعد الدخول يعمل الهاتف بشكل عادي. إذا هذه طريقة جديدة لفتح هاتفي. التطبيق الثاني إضافة إلى التطبيقات الأخرى، فالتطبيق الثاني هو جيد كذلك، حيث أنه سوف يمكنك من مجموعة من المهام التي تحتاج إلى تطبيقات كثيرة. مثلا يمكنك تنظيف الرام وتنظيف الروم، يعني الذاكرة الداخلية للهاتف، كما يمكنك تنظيف الاس دي كارد، لكن يجب عليك رؤية ما سوف تقوم بتنظيفه لكي لا تمسح أي أشياء مهمة من هاتفك. كما نلاحظ يمكنني تنظيف الروم والحصول على 500 ميجا بايت مجانا أو فارغة. إذا هنا لدينا أيضا كلين، هنا لدينا البوس، يعني مجموعة من الخيارات. إضافة إلى هذه الخيارات هناك خيار جيد للغاية وهو فايل مانجر، يعني إذا لم يكن لديك هاتف سامسونج هناك بعض الهواتف التي لا تتوفر على فايل مانجر، يمكنك استخدام هذا التطبيق، حيث يمكنك الذهاب إلى الصور، الأوديو، الفيديو، الدوكيمون إلى غير ذلك. يمكنك الدخول أيضا إلى الإس دي كارد إذا أردت الدخول إلى الإس دي كارد، يعني في حالة أردت الدخول إلى الإس دي كارد. يعني هناك مجموعة من الخيارات التي يمكنك القيام بها، إضافة إلى أن هناك خاصية الروت التي يمكنك باستخدامها الذهاب إلى بعض الملفات التي لا يمكنك تصفحها إلا بوجود الروت على هاتفك. إذا هذا هو التطبيق الثاني. التطبيق الثالث في هذه السلسلة هو اسمه ستريم. هذا التطبيق من شركة يوتيوب على ما أعتقد. إذا سوف تجدون الروابط أسفل الفيديو لكي تتأكدوا. هذا التطبيق يمنحك الإمكانية لكي تقوم بالإنصات إلى أي مقطع صوتي حتى وإن قمت بالخروج من التطبيق. مثلا سوف أختار أنا أن عبد الباسط، يعني بعد الخروج من التطبيق ليس هناك مشكل، يستمر التطبيق بالاشتغال أو الفيديو الذي اخترته وهو يدعم فقط المقاطع الصوتية. يعني فيديوهات أخرى لا يمكنك تشغيلها، يمكنك تحريكها أينما تريد، يمكنك الضغط على العلامة إلى الجانب الأيمن وإزالتها كما سوف نلاحظ. التطبيق الرابع هو تطبيق أدفلاي. هذا التطبيق مرتبط بموقع أدفلاي وهو خاص بهذا الموقع. كما نعرف جميعا فموقع ادفلاي هو موقع لاختصار الروابط والربح المادي. اذا ما اردتم ان اضع موضوع مطول على هذا الموقع وايضا على تطبيقه فارجو ان تضعه في التعليق اسفل الفيديو. اذا هذا التطبيق اذا كان لديك حساب على ادفلاي فهو يظهر لك الاحصاءات ويمكنك ايضا اختصار الروابط مباشره من هنا. بعد الدخول اليه يجب عليك تسجيل الدخول بنفس الحساب الموجود على الموقع. كما نلاحظ هنا يعطيك المشاهدات لهذا الشهر، يعني هذا الشهر ما زال في بدايته. هنا لدينا الروابط الموجودة هنا، يمكنك أيضا مشاهدة الإحصائيات، يعني التغير الإحصائيات وأي في أي فترة تريدها. مثلا أنا سوف أختار أغسطس، يعني بعد ذلك سوف يعطيني مجموعة من الخيارات. إضافة إلى سحب الأموال، يمكنك سحب الأموال من هنا مباشرة، يعني هنا لدي مجمل ما تم دفعه وهو 94 دولار. إذا هذا هو التطبيق الرابع. التطبيق الخامس في هذه السلسلة وهو فوتج كاميرا، وهو تطبيق يعني خاص بالكاميرا. إذا أردت تغيير تطبيق سامسونج الأساسي الذي يأتي مع الهاتف أو أي تطبيق خاص بأي هاتف سواء سامسونج أو غير سامسونج يمكنك استخدام هذا التطبيق. هنا يمكنك تشغيل فلاش إطفاءه كما تريد، يمكنك الضغط على بوش فوكس، يمكنك تغيير الإضاءة أو الألوان وغير ذلك من الخيارات. يمكنك إضافة المربع، وبالتالي إذا كنت تريد التصوير في الوسط مباشرة يمكنك تغيير الإضاءة أو ما تريد. يمكنك أيضا ضبط دقة الفيديو عبر الضغط على علامة السايتنج هنا في الأسفل إلى اليمين، ثم يمكنك اختيار الصور أو الفيديو، يعني تقوم بتغيير أي شيء تريده. مثلا سوف أقوم بتغيير الصور، أضع فقط 3.1 ميجا بكسل ثم يمكنك التصوير. يعني هذا التطبيق تقوم بتعويض التطبيق الأساسي على هاتفك إذا ما أردت تغييره بطبيعة الحال. إذا ننتقل مباشرة إلى التطبيق السادس في هذه السلسلة اسمه سمارت كيت.
سمارت كيت هو عبارة عن تطبيق يجمع مجموعة كبيرة للغاية من التطبيقات الأخرى التي سوف تستغني عنها بطبيعة الحال. مثلا في هذا التطبيق يمكنني أيضا تصفح الملفات إذا ما أردت تصفح الملفات، وهو التطبيق الذي يضع لك خيار الروت، يعني خيار الخاص بتصفح الملفات التي لا يمكنك تصفحها إلا بوجود الروت. التطبيق يعمل بطبيعة الحال بدون روت، لكن هذه الخاصية يلزمها روت، هنا يعطيك الموسيقى والملفات إلى غير ذلك. هنا أيضا لدينا يمكنني أن أقوم بالكالكولاتور، يعني الآلة الحاسبة. يمكنني أيضا تغيير العملات، أحتاج هذه الأداة كثيرا. يعني هذا التطبيق لا غنى عنه في أي هاتف، إذا ما أردته تجد الرابط أسفل الفيديو. إذا ننتقل مباشرة إلى التطبيق التالي، وهو تطبيق Notification Reminder. هذا التطبيق يقوم بتذكيرك بمجموعة من النشاطات التي إذا أردت القيام بها. مثلا سوف أضع هنا كلمة شراء مثلا فقط تذكير، يمكنك اختيار ما تريد، وكذلك هنا سوف أضع كلمة شراء فقط. ثم بعد ذلك يلزمك أن تقوم بتحديد الوقت الذي تريد القيام بهذه المهمة. إذا تضغط هنا على هذه العلامة ثم تختار التاريخ ثم الساعة. إذا سوف أقوم باختيار مثلا الثانية وواحد وعشرون فقط، يعني 21، ثم أضغط على أوكي ثم أوكي، ثم أقوم بالضغط على نوتيفاي ثم أقوم بالخروج. يعني عند فور وصول الساعة إلى الثانية وواحد وعشرون سوف يعطيني إشعار في الأعلى، حيث يمكنني أن أقوم بتلك المهمة ولا أنساها. إذن مباشرة سوف ننتقل إلى التطبيق سكرين ريكورد. هذا التطبيق يطلبه العديد والعديد من الأشخاص لديه في القناة لكي يصوروا فيديوهات على هواتفهم. إذن هذا التطبيق بواسطته يمكنك مباشرة تصوير الفيديو على هاتفك ومباشرة رفعه على اليوتيوب، وسوف يظهر بدقة 720 بي على ما أعتقد. يمكنكم تجربته ووضع تعليق في الأسفل، يعني تطبيق جميل جدا. ادخلوا إلى التطبيق في انتظار أن تظهر الروماندر أو التذكير. يعني هنا لدينا كما نلاحظ ظهرت الروماندر الخاصة بالتطبيق الذي قمت شرحته من قبل، يعني تقوم بإزالتها ثم تقوم بالوظيفة. إذا نكمل على شرح تطبيق سكرين ريكوردر. هنا لدينا مجموعة من الإعدادات التي يمكنك القيام بها، يعني كل شخص يمكنه القيام بالإعدادات التي تناسبه. أما فيما يخص الريزولوشن فأنصحكم دائما يوز سكرين ريزولوشن، يعني الريزولوشن الخاصة بالسكرين فقط. هنا إذا أردت تشغيل أو تسجيل فيديو لهاتفك يمكنك استخدام الميكروفون، ثم تضغط على هذه العلامة، تضغط على علامة الفيديو وسوف يبدأ بتسجيل الفيديو، ثم يمكنك نشره بعد ذلك على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو مع أصدقائك. إذن هذا هو تطبيق سكرين ريكوردر. ننتقل مباشرة إلى هذا التطبيق التالي، وهذا التطبيق أيضا فهو جميل للغاية، حيث أنه سوف يمكنك من مجموعة من الأيقونات الخاصة كما نلاحظ الأيقونات التي سوف تغير شكل هاتفك، لكن يجب عليك التوفر على لانشر. هذه اللانشر يقوم التطبيق بإعطائك مجموعة من اللانشر التي يجب عليك أن تكون في هاتفك لكي تستخدم هذه الأيقونات. مثلا لدي أنا نوفا لانشر وجوجل لانشر، سوف أختار نوفا لانشر ثم أضغط على أوكي. إذا سوف أقوم بوضع النوفا لانشر كلانشر الأساسية في هاتفي، ثم سوف نلاحظ كيف تظهر هذه الأيقونات. إذا كما نلاحظ هنا هذه هي الأيقونات، تم تغييرها وهي جميلة للغاية كما نلاحظ، يعني رائعة للغاية. يمكنك وضعها وتركها في هاتفك لأنها تبرز هاتفك بطريقة جيدة. إذا آخر تطبيق في هذه السلسلة عبارة عن سيركل، يعني دوائر كما نلاحظ هنا، وهو عبارة عن وول بيبر متحركة كما نلاحظ تتغير، وأينما ضغطت تظهر هذه الدوائر. إذا يمكنك تحميل التطبيق الخاص بالسيركل من أسفل الفيديو، وهو آخر تطبيق في هذه السلسلة. ثم تضغط مطولا بعد تثبيته، تضغط على الشاشة مطولا، تضغط على وول بيبر، ثم تختار اللايف وول بيبر، يعني تقوم بالسحب حتى اللايف وول بيبر كما نلاحظ هنا، ثم تختار ماتيريال سيركل، يعني هذه هي، ثم تضغط على سيت وول بيبر. إذا هكذا يمكنك أن تحصل على هذه الوول بيبر المتحركة وهذه الأيقونات كما شرحتها. إذا هذا هو ما في هذا الفيديو. يعني إذا أعجبكم الفيديو كما العادة لا تنسوا الضغط على إعجاب ومشاركته مع أصدقائكم والاشتراك في القناة ليصلكم الجديد، وأتمنى أن تكون هذه التطبيقات قد نالت إعجابكم. لا تنسوا وضع تعليقات في الأسفل حول مشاكل واجهتموها أو حول تطبيقات تريدون عرضها إلى غير ذلك. إذن إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.